كويس انك جيت، انا كنت عايزه اكلم مع حضرتك. تحت امرك يا استاذ. اتفضل. شربت حاجه؟ الحمد لله. زينب عملت قهوه. انا زعلانه منك يا ام صالح، ازاي تاخد داليا من غير ما تقول لنا؟ اسف يا استاذ، كان المفروض استاذنكم عشان اخد بنتي، بس محمود بيه ما استاذنيش لما خطفها مني. خطفها؟ ايه الكلام ده يا ام صالح؟ ليه؟ البيه جوزك ما قالكيش؟ لا طبعا، اللي انا فهمته انه اتفق معاك ان البنت هتفضل معانا. ايه الحكايه يا ام صالحي؟ انا شايفه حاجات غريبه بتحصل. قولي بصراحه، هي داليا مش بنتك؟ غريبه، كنت فاكر انه قالك. كان طبعا ما يقدرش عشان جبان ونادل. انت جننت؟ ازاي تتكلم على جوزي بالطريقه دي؟ اصلك ما تعرفيش عمل فيه ايه. ما حافظش على بيتي وعرضي. داليا بنت جوزك المحترم يا استهاني، وعارفه مخلفها من مين؟ من مراتي، من مراتي ابن الكش. معلش أنا عذرك برضه، لأنك عشت طول عمرك مخدوح زيي. ومع كلنا أنا عاوزك تقولي للبيه جوزك إنه يبعد عن سكة أحسن له، وإلا هطبع عفونا فوقه. فوتك بعافية. افتكر الوفاة جنائية، وعلى العموم هنتأكد.